السلام عليكم المتتبعين قناة أم بلال للرندا. أتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. كما شفتوا البنات على الصورة، غنخدم معكم هذا الكورمي تهكا نصف طوق. نتمنى من الله كل شيء يخدمها وكل شيء يتوفق فيها يا ربي إن شاء الله. بعد ما البنات ما نبلت هنا التوب ديالي، يعني ما مفتوحش غير هكا نصف طوق، الحرير برمته على جوج شعرات، الابرة رقم 5. انا جيت هنا وشديت هنا الوسط ديال التوب. غنبداو بسم الله على بركة الله. غنجي نهز واحد الغريزة هنا، ضرب هنا ونعاود نرجع هنا، تكون عندي واحد الغريزة هنا. نجي للجهة الأخرى تاني، ندير هنا الزيادة، نضرب هنايا بعد هكا شوية دقات، ونرجع نزيد تاني غرزة. عاود مرة أخرى تاني، بعد شوية تاني ونزيد دقة، نعاود مرة أخرى تاني. قرب شوية، حاولوا باش يجيني هكا مقاد، حاول نقاد الدوب هكا. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، يعني ربع، يعني صافي ما نبقاش نزيد، ورجع نخدم. ورجع تاني، غير هاد ربعة الغرز البنات نبقى نخدمو فيهم. نحاول نقاد الكتوب، التوب خفيف يا البنات، نضرب هنا التوب دقة في هنا، هاد الدقة الأولى نضرب فيها، نفوت واحد، جوج، ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة، غنشد فيها هنايا ورجع هنا نشد في التوب، الأولى، الدقة الثانية، الدقة الثالثة، وهاد الدقة هنايا هي ربعة الغرز. كنجي نهز تاني في التوب، ضرب تاني هنا في التوب، رجع تاني غير هاد ربعة الغريزات، كنبقاو نمشيو نشوف فيهم.
ضرب تاني هنا في التوب وارجع. نحاول نشد مزيان ما نسقل حتى نسقش الحرير. ضرب تاني هنا في التوب نقعد تاني ونضرب هنا تاني في التوب. نضرب في التوب وكرجع. ونحبك دابا 1 2 3 4 5 يعني 5 بارك 5 نحبك عليهم. أول اللي بيديروا 6 ديروا. أربعة الحبكات اللي حبكت عليهم ونجي نضرب هنا ورجع تاني نفس الطريقة. هاد الغريزه هذه اللي درنا بالرنده نشد فيها ونجي لهاد الغريزه الاخرى ورجع تاني هنا نحبك ندير عفوا غرزه بالرنده ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. كما شفتوا البنات هكا هاد الكورميطه ديالنا كتجي هكا في النصف الطوق يعني دغين كتخدموها كطلع على هاد الشكل هذا. يحاولوا نتوما ما تزيدوش العيون او ما تنقصوش باش تجيكم هكا الخدمه مقاده. نزل العوينه الثانيه العوينة الثالثة ونشد هكا في الرابعة ضرب في التوب عاد مرة أخرى كما شفتوا الخدمه كتجي على هذه الطريقه. نتمنى كل شيء يخدمها وكل شيء يتوفق فيها يا ربي. واللي كيشوف القناه ديالي اول مره فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.